السلام عليكم ورحمة الله. رمضان على الأبواب، من منا لا يحب الشهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النيران ولا يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان ولا يغلق منها باب، وينادي مناد من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فرمضان شهر التسامح، رمضان شهر العطاء، رمضان شهر الإنفاق في سبيل الله، رمضان شهر الاستجابة. فلا بد لنا أن ندعو مع إخواننا في كل مكان من المستضعفين، خاصة إخواننا في فلسطين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم آويهم واكسي عوراهم وسد حاجاتهم يا رب العالمين، وشبعهم من هذا الجوع، ارزقهم النوم الذي حرموا منه 14 شهر تقريبا، وأمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. فنصيحتي إليكم للشهر المقبل القريب إن شاء الله تعالى، هو في الليلة الأولى من رمضان تكون التراويح، فاغتنمها ولو ركعتين بداية، وخاصة هذه الأيام قبل رمضان بليالي، حاول أن تجتهد في صلاة الليل وقيامه ولو ركعتين، لكي تتعود على هذا الشهر المقبل علينا المبارك. كما الصحابة الكرام يقولون: ورمضان لا يزال لم يقترب عنهم 6 أشهر يقولون: اللهم بلغنا رمضان. وعندما ينتهون من الشهر المبارك 6 أشهر كلها وهم يقولون: اللهم تقبل منا رمضان. فكانت حياتهم كلها مع الشهر المبارك، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقلنا: ولا بد أن نقول رمضان على الأبواب، فالمسلم يسامح أخيه، وخيرهم من يبدأ بالسلام، وإذا ابتعدت عن شر خلقه فقد ابتعدت عن شرورهم، ولكن خيرهم من يقول السلام عليكم ورحمة الله. فالله عز وجل يغفر لك حينها ويتوب عليك. فكذلك المقبلون على الرياضة في رمضان خاصة فقط قبل الإفطار بساعة أو ساعة إلا ربع، ولم تكن قبلها قد شربت الماء بكثرة السوائل حتى لا يجف جسدك الداخلي وتمرض في وسط رمضان أو آخره. فمنهم من يجتهد في أول النهار وقبل الإفطار يلعب الرياضة، ففي اليوم الثاني متى يخدم متى يعود يلعب الرياضة، هي بالتي هي أحسن وهي بشوية عليك. ودائما عند الإفطار أن يشرب الإنسان الماء الدافئ أو التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، والناس مساكن ما عارفين، شو تيقول لك بأن الحاجة اللي دازت على النار لا يجوز الإفطار بها، وهذا خطأ. فالماء الدافئ يمر على النار، والمعدة تكون ملتصقة وتكون قد هضمت الطعام في 4 ساعات الأولى، ثانية، ثالثة، فتكون فارغة، قد أمسكت عن الطعام والشراب. فعند الإفطار اجلس، وإن لم يكن الماء دافئ كان بارد
تضمضه في فمك، ثم تفل لأن هناك بكتيريا، ثم مضمض الثانية حتى تدفع، واشرب بإذن الله أو الماء الدافئ والتمر، سير تصلي مع راساتك المغرب، ثم ارجع ولتبدأ بأشياء تقوي الجهاز الهضمي، خاصة الطاجين ديال السمك أو طاجين اللحم أو طاجين الخضر، كذلك بإذن الله السميع العليم أشياء الحمد لله مباركة للمغاربة. ثانيا هو ما تفطرش كثير باش ما تملعش البطن ديالك وتبقى مضيع التراويح ومضيع العشاء وناعس حتى ال11، فرمضان هو للعبادة، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وشهر التهجد والزهد والورع، وأن لا تنسى الضعفاء والمساكين بفضل من مالك. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فالصدقة ثمرتها تكون عند سكرات الموت، ولا يقول فأصلي وأزكي وأصوم، أنت تفعل هذه الأشياء ولكن لماذا أنت بخيل؟ علاش أنت جوع وتتآمر بالبخل مجواع وتقول لبنادم كون مجواع بحالي؟ ولا تقي ربك إذا كنت أنت بخيل. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان جوادا صلى الله عليه وسلم، الجود يعني العطاء والكرم، لكن في رمضان تقول عائشة كان أجود أكثر إنفاق عليه الصلاة والسلام. من فطر صائما، أنتم تتعرفوا، فله مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيء. إيوا 10 دراهم ما تنفقهاش أنت يوميا. هتقول لي لا، هذاك الشيء خاص والذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين. هذاك راه ما قدش على الصيام، هذاك الواجب، هذا الإنفاق في سبيل الله، العطاء. وأنا ما يمكنش سبحان الله العظيم في الصيام يدوز لك شي حاجة وواحد في الزنقة تيقول لك عافاك عطوني باش نفطر، ولا واحد ناعس قدام الجامع ما يجيبولوش الفطور، ولا تتلقى واحد اللي مكلف به العام كامل الله يجازيه بخير، ولا أنت راحم. إياكم والنميمة والغيبة، راه تبطل الصيام. إوا دابا هو الفرصة دابا حاليا ديال الإقلاع عن تدخين المخدرات والمعجون والكالة والكيف البياطق، وذاك العشب اللي تيدار في دانونو رايبي، وهذاك العشب اللي تيدار هنا. ها هو الحمد لله رمضان 14 ساعة ولا 15 ساعة صايم، وحيت تيقول الله أكبر تتفتح بجوان، ولا حيت تيقول الله أكبر تتفتح بقويرو، ولا حيت تيقول الله أكبر تتفتح بالهضرة في الناس. إي ولا أجي نتعاونوا ونترحموا، والله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الرحمن الرحيم، هو الجواد، هو الذي وفقك سبحانه وتعالى ويسر لك سبل الحياة حتى تستقبل رمضان إن شاء الله. ومنا من لا يستقبل رمضان وسيستقبل الآخرة وسيموت إلا أن يشاء الله، كاين اللي ما غاديش يوصلنا رمضان، ولكن نسأل الله البركة في العمر والعلم والعمل والذرية والرزق والصحة والسلامة والعافية، آمين. فلنا لقاء إن شاء الله تعالى آخر، والكلام طويل وللحديث بقية، ونمشي ونكمل شوية ديال لون طريمو. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وفي بورما والروهينجا والمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وارفع راية الإسلام والمسلمين. إخواني وأخواتي، حفظكم الله وبلغنا الله وإياكم منازل السعداء. السلام عليكم.